تمام، احنا كده لايف. طب نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. استحملوا بقى الايه البعد الانوار اللي انا فيها دي، وعامله لكم ظل من ورا حاجه هيصه. طيب خليني نبتدي. بس النهارده بعمله كلمه شكر صراحه لكل معلم في اليوم العالمي للمعلم، كلمه شكر لكل مدرس ومدرسه عملوا اثر وقيمه في حياه الطلبه كتير جدا جدا على فكره، وحالات وقصص عايز احكي بقى، نقعد للفجر صراحه نحكي. على مدرسين ومدرسات يعني سابوا اثر طيب جدا جدا في نفوس الطلبه، وسابوا اثر جيد جدا سواء في تغيير مسار التفكير، تغيير المسار السلوكي، كان لهم اثر تربوي واثر ايماني. يعني انا عن نفسي ابتدي بمعلم الاعداديه، الابتدائيه دي مش فاكره حاجه صراحه، لكن الاعداديه كان الراجل يعني المدرس كان مبتسم جدا وكان بيكلمنا عن النبي عليه السلام، انا فاكره جدا كنا بنستنى الحصه بتاعته. طبعا لو احنا هنتكلم بصفه عامه هنقول ان اول معلم واحد يدين له بالفضل معلم البشريه النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه بقى طول ما انا بتكلم تصلوا على رسول الله عليه وسلم. معلم الناس الخير، وما أتى إلا بخير، وما أتى إلا بحكم أو أمر إلا هو يناسب الفطرة. ده جزء. الجزء الثاني الأب والأم قدوة، ويعني ما في حد في الدنيا يبقى عايزك أفضل من نفسه ومن نفسه هو ومن عينه أكتر من أبوك وأمك، عايزينك أحسن من نفسهم ومنهم، أحسن واحد في الدنيا. فالبصمات اللي بتصنعها في فن صناعة ذكريات من الأب أو الأم أو المربي سواء عم أو جد، ده شيء طيب برضو وندين لهم بالفضل. أنا صراحة عاملة البث دوت علشان يعني أنا ما بتكلمش صحيح على الحالة الخاصة بتاعتي والحالة الخاصة يعني كده، لكن أنا زوجي مدرس وهحكي كذا موقف كده يعني أثر فيا جدا. هو طبعا بالنسبة لي هو أستاذ الأول ومعلم الحب الأول، عايز أقول لكم مش لازم نتكلم أكتر من كده، بس عايز أقول لكم على كذا موقف. أما يبقى يعني شفت كنا لسه مكتوب كتابنا، ويعني ينزل طالب في هيئة مكانية أو اجتماعية معينة، هو طبعا ما كانش طالب بقى كان ساعتها اتخرج، ونزل من باب العربية ونزل يقبل يد زوجي، استاذ كذا مش عارفه ايه، واحنا وانا فاكر لك وانا عملت فرح اسلامي وانا. هو طبعا في مكان او في بوزيشن اجتماعي ما ينفعش اصلا يعني يعزل الفرح او يبقى اسلامي، لكن هو عمل كده كرمه وتحسب مكان الاستاذ اللي هو زوجي يعني بيغرزه فيهم. ده موقف كان لسه مكتوب كتابي. بعد كده بقى وجدت ما يعني ايه ما هو اكتر من كده، يعني كان دايما طبعا يبتدي، وده اللي انا شفته، يبتدي الدرس والمحاضرات بتاعته بالقرآن للطلبة، وكان دايما يختم معاهم الختمات. يعني ده جانب طبعا اللي تقابلني انا والله زوج حضرتك ده استاذنا ده مش انا متخانقه مع زوجي، ما تجيبي زوج حضرتك بقى يصالحنا. فكان دايما يعني الواحد يقول ان المدرس او المدرسة اللي بيسيب اثر طيب واثر ايماني، ما ينفعش الصلاه الاول نوقف الدروس نوقف الشغل نوقف حياتك كلها، صلي وبعدين كمل. ما ينفعش تيجوا من غير حجاب، حتى مش محجبات ما ينفعش تيجوا من غير حجاب. فكان له بعض اللفتات والمحطات كده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبلها منه. احنا بنشكر كل مدرس صراحه وكل مدرسه يعني حطوا ولو بصمه صغيره. احكي لكم على موقف من بنت كانت بتتعرض للتنمر، دايما بقول الكلام ده حتى ارجعوا للحلقات، كانت بتتعرض للتنمر بسبب لون بشرتها ولوقة اللسان، فكانت دايما عندها سلوك سواء يعني هو مش عنف لا، هي وصل لمرحلة التمرد يعني صنفوا تمرد، واللي استوعبتها مدرسة هي اللي استوعبتها وقالت لها كملي وانت شاطرة، ولقوا في الانجليزي واللدغة دي هتبقى حلوة في الفرنساوي، وفعلا البنت تفوقت وبقت ترجمان دلوقتي في لغات بسبب المدرسة. يعني كاد المعلم ان يكون رسوله هو فعلا. احنا بقى عايزين بقى اسمعوا معايا بقى، احنا عايزين نرجع، معلش سامحوني، احنا عايزين نرجع احترام المدرس واحترام المعلم ونديله قيمته، لان ده اعلى قيمه. ما نجيش ندي لا اصل احنا بنلف وراهم في مش عارفه فين علشان نقلل، لا اصل المرتب بتاعهم، لا ده بيستنوا المكافاه بتاعت المدى الصيف علشان
احنا عايزين نعلم من قيمة المعلم كاحترام وكفايته زيه زي القاضي وزي المستشارين، زي ما نقول ان في كفاية مالية وكفاية اقتصادية وكفاية اجتماعية عندهم. المدرس مش اقل منهم، والله ده بيربي جيل وبيطلع جيل، ابني وابنك ومجتمع سوي او غير سوي. فحبيت اقول الكلمه دي في يوم المعلم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينهض بامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل شباب الجيل دوت كما يحب الله ورسوله، اللهم امين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه استنوني استنوني، اقل من ساعه ان شاء الله على قناه وطن يا جماعه، قناه وطن تردد 12687 افقي، وحلقه جديده من بيوت منوره. هنتكلم على الكارثه اللي حصلت امبارح ونشوف ازاي هنقول ان شاء الله النهارده ورشه جميله جدا جدا، ورشه عمل مجربه لكل ام حابه ان اولادها ازاي يستغنوا عن السوشيال ميديا وعن اللاب وعن اللعب. هنقول حاجه جميله جدا، قاعده اسمها 3 في 15. تابعوني ان شاء الله وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.